بهذا المشهد العظيم، طفلة فلسطينية بعمر 12 عام ومتضامنة أمريكية جاءت من أمريكا إلى فلسطين لتتضامن مع الشعب الفلسطيني. قتلوا بنفس الرصاص، فرق ساعة ما بين بيته وما بين كريوت بنفس الرصاص. نناشد كل العالم وقف الحرب المجنونة على فلسطين. الرصاص لا يفرق بين متضامن وبين طفلة فلسطينية. نقول للعالم آن الأوان لوقف الحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال وهدم المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات. دماء الشهيدة المتضامنة التي تضامنت في ساحات الجامعات الأمريكية اليوم قتلت على أرض فلسطين هنا في الضفة الغربية في بيتها. والطفلة الصغيرة التي قتلت على نافذة شباك منزلها في بلدة بيتها بنفس الرصاص وبآلة قتل واحد ببلدة كريوت بآلة قتل واحدة، وهي برصاص واحد وبقناص واحد. إذن على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته. نحن باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية حريصة جدا على وقف شلال الدم الفلسطيني الذي يجري على الأرض الفلسطينية. أوقف الحرب، أوقف الحرب، أوقف الحرب باسم دماء الشهداء.